حلو الواحد لما يهتم دائما بجسمه ويحاول يجهز عضلاته ويتمرن ويحرق السعرات الحراريه الزايده ويحافظ على الدوره الدمويه ويروح النادي واكيد يتعلم التمرين الصحيح في مستر ماسلز. دائما تتعلمون وتتعرفون على التمارين الصحيحه باشراف اشهر المدربين واحسنهم في الكويت. حلقه اليوم راح نكمل معاكم مشوارنا وتمرين عضله الصدر مع الكابتن خالد سليم. بصراحة فاجأني بالحلقات الماضية واليوم أتمنى أن أيضا يكمل مشوار المفاجآت في تمرين هذه العضلة. مستر ماسلز معاكم بعد الفاصل. مرحبا فيكم مرة ثانية من بعد الفاصل مع الكابتن خالد سليم. للأمانة مستمتع بحضوره في حلقاتنا وعشنا معاه أفكار جديدة غير تقليدية. نكمل اليوم مشوار التمارين الغير تقليدية مع الكابتن خالد ويعطي العافية. للأمانة هالإنسان هذا مشكور وما قصر، تعب معانا وايد وللحين بعد التعب قبال. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية كابتن سلام، شلونك؟ الله يعينه، مبين العرق والتعب. الله يكون بعونه ان شاء الله يا رب. اليوم ايش عندنا؟ اليوم عندنا شيء الناس وايد تدور عليه، اللي هو عروده. العروده عصبك قوي، يعني لما يقول فلان عصبه قوي فلان عرض، التمرين الجاي راح يعلم الواحد شلون يوصل حق العروده والعصب القوي. يعني مثلا انا مسكي لي لو واحد اثنين او ثلاثه بيحاولوا يحركونه ما يقدرون. شلون؟ فيلعبون فنون قتاليه زين حقهم هذا. ايوه ودائما دائما العرضين حيل رباعين، شيء وزن حيل بعدين قطه بالارض، عرفته تلقاه عرض حيل. هذا بعد يعني جسمه مو ذاك الزود، يعني مو نفس كمال الاجسام، وفي عضل بس مو نفس كمال الاجسام، بس عنده قوه خياليه. هذه احنا بنوفرها بتمرين يسمونه تمرين العروده. تمرين هل 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 انا مثلا كلاعب كمال اجسام احتاج او العب حديد احتاج بين فتره العب تمارين لها علاقه بالعروده والعصب؟ ليش؟ يفترض كل شيء، لان مرات انت تحتاج شيل وزن مثلا تقبيل او يسمونه ديد ليفت. اي هذا وايد الايد عندي تعلق وخلاص ما تشيل وزن، معنى وزن خفيف. اي نعم. فالسبب شنو؟ انه ما عندك انت عروده حقها. لا يبي له عروده يا جماعه، ضروري عروده. زين. التمرين هذا مثل ما قلت له علاقه بالعروده والعصب. العصب، عشان كذا احنا نسوي تمرين تقني يسمونه ايزومتريك كونتراكت. الانقباض الايزومتري، الايزومتري يعني شيء ثابت. انقباض ثابت، يعني شلون؟ الحين العضله لما تحركها ايه؟ يصير فيها قصر وطول، قصر وطول. حلو. ولكن ايزومتريك مثل يابسه بس شنو؟ ثابته بس يعني يابسه. ما ترخى اثناء التمرين نهائيا. بس تكون عرده. عشان شو تكون عرده؟ أيه. الاسم ما شاء الله وايد طويل، خلاني احس بريوع وايد. يعطيك العافيه كابتن، باخذ فاصل على ما افهم منك شنو معنات الاسم بعد مره، وبعد الفاصل نواصل معاكم ونشوف التمرين باشراف الكابتن خالد سليم واسلام الله يعطيه العافيه. طبعا الفيزيك عندنا اربع وضعيات اساسيه. نبلش بالوضعيه الاولى، وضعيه الامامي. الوضعيه مثل ما تشوفون، الريل اليمين تكون على الجنب، شاد الايد، شاد الكتف، منطقه الخصر تكون مسحوبه، الصدر، ولا تنسى ايدك الثانيه. اغلب اللاعبين غلطهم انه يشد الجنب اليمين وينسى الجنب الشمال لانها ما لها حركه فينسى انه يشدها. طبعا لا تنسى اربع اصابع يكونون محطوطين على الخصر نفس ما هي موجوده هنا. معاكم مره ثانيه من بعد الفاصل. كابتن خالد فهمني الموضوع كله، فاتوقع التمرين اليوم راح يكون روعه ومهم لكل شخص يبحث عن العروده. عادل. يبحث عن ايزومتريك كونتراكت. ايزومتريك كونتراكت قلتها صح ان شاء الله يا رب. فشنو التمرين؟ شنو طريقته؟ وشنو الاسلوب راح نتبعه اليوم مع اسلام؟ هل وزن ثقيل مثل ما شايف ولا؟ ولازم وزن، طبعا ما نقول ثقيل حيل، لكن وزن راح يتعبك، لان حركه تكون ثابته. الحركه الثابته راح تتعب حيل، العضله يصير لها راح ترجف، انت جسمك يرجف. طبيعي، هذا اللي نبيه. يعني في توتر عضلي بعد. لازم توتر عضلي، هذا محتاجينه، نفس ما شفنا الحلقه الاولى. انا شفت اسلام مسكين الله يعافيه.
زين، بس في طبعا ازومتك وتراك 20,000 طريقه. احنا لما اخترنا طريقه واحده بجهاز حلو لانه راح يسعفنا وايد، نقدر نسوي بدامبل. لازم شيء يعني ما يصير بار، لازم شيء منفصل عن الثاني. تعتمد على ال1 باي 1. ايوه بالضبط. كل عضله ايزوليتد منفصله. أيوة. حلو منفصل عن الثاني. حلو ممتاز. شلون ممكن انا اتبع الاسلوب هذا في جهاز مثل هذا؟ حن طبعا تروح تمرينك العادي الكلاسيكي ايه؟ وتطعمه بثلاث جولات. سوري هذا تمرين راح يكون اربع جولات، ما ينفع ثلاثة. ما ينفع ثلاث، لازم عودتنا قبل ثلاثة. لازم هذا اربعة لان اساس بالتناوب. نعم ماشي. راح نستخدم هذا الجهاز. يقعد كان قاعد يسوي ضغط عادي، يرفع التمرين، دز التمرين، راح يثبت ايد اليسار ويحرك اليمين. هذه الحين العضلة اللي هني ايه؟ قاعد يصير لها العروده اللي هو يعني انقباض. العضله قاعد تتحرك والعضله الشايله ثابته. اي يروح هذه يروح 10 طقات، من يروح 10 طقات يصير العكس. الحين هذه بس تعبت وصار لها عروده. هذه كانت بالبدايه صار فيها توتر عضلي بعد. اي نعم، هذيك كان بالبدايه بدت. نعم زين، يعني كان في عروده وبدت. الحين لما يخلص 10 طقات خلصت الجوله الاولى. يعني الثنتين 1 باي 1. ايوه جوله كامله 10 ب 10 20 طقه تقريبا. طبعا نعم. لو تلاحظ ان الجوله الاولى بدينا باي حركه اليمين تتحرك، اليمين تتحرك، اليسار ثابته ثابته. الجوله الثانيه يصير العكس. اي راح يصير ما ريح مسكين. ايوه زين، يصير هذه اللي تحرك عشان نوازي، لا يصير ان هذه دائما عليها بدايه اللود وهذه نعم. مرتاحه. انا خاف يتعب يعني. والله كابتن من ورا بعض دخلناه يعني، يعطي العافيه اسلام. عشان كذا ما ينفع ثلاث جولات، لازم اربعه تريح وتبدا، تريح تبدا، تريح تبدا. حلو. الراحه في مثل هاي التمارين يعني وايد ناس يقولون صراحه صعب التمرين هذا، فبعرف ايش كذا لازم اخذ راحه 20 30 دقيقه بين كل جوله وجوله ولا ايش كذا؟ انا افضل تقنيات الراحه مالتها دقيقه. يعني عادي اخذ دقيقه مثل كلاسيكي عادي. حلو. الا تذكر لو التمرين احنا على التمرين الثاني مع الفلاي القوه. ايه؟ لان في تمرين قوه، تمرين قوه ياخذ منك وايد مجهود مجهود، فوصل دقيقه ونص دقيقتين ماكو مشكله. عادي ما في مشكله. لكن بالتمرين هذا وتمرين الحلقه الاولى عادي دقيقه بالضبط. واقل شوي ولا الراحه؟ في ناس يقول 30 ثانيه، في ناس يقول 40 ثانيه، هو اقل شيء. اقل شيء الراحه المطلوبه 20 ثانيه. ليش؟ ليش؟ لان شنو سبب انقباض العضله؟ وجود سكر يسمونه جلايكوجين. نعم هو يسبب انقباض العضله. هذا اذا يخلص من العضله من وين تجيبه؟ من الشب. نعم المخزن حق جلايكوجين. لازم اعطيه عضله الشب وقت عشان 20 ثانيه. 20 كافية. ثانيه بس مشكله مو 20 ثانيه، مشكله النفس مالك. النفس. يعطيك العافيه. احنا بنختم على الجوله الثانيه حتى نشوف شلون بدل او ثلاثه اقصد ثلاثه. واكيد الوعد معكم باكر وايد تمرين جديد. ما راح اساله شنو عندنا باكر، ادري ما حيقول لي. بنشوف مع بعض ان شاء الله في حلقه باكر التمرين الجديد والاسلوب الغير تقليدي مع الكابتن خالد سليم. والله يعطي العافيه اسلام اللي بيتعب معنا اليوم. يلا اسلام جوله اخيره، حياك الله. نفس الاولى راح تصير نفس الاولى يمن الله.